لابد 73 كيلومتر على مدينة الزيلة جنوبا كتتواجد منطقة إيشبوك الماس. بعدما استغرقنا ساعتين في مناراجة جبلية بواسطة نقل مزدوج، سود السي محمد في الطريق وبعد العشاء عن ماء اللي نقدروا نباتوا فيه، فقال لنا بأنه مرحب بنا بحكم برد شديد اللي ما كناش متوقعينه. تعشينا وضحكنا ومشينا ارتاحينا. في الصباح فطرنا وشدينا طريقنا لأول معمار أمازيغي اللي هو مخزن الحب. أفضل نقطة باش أنك تشوف هضبة إيشبوك الماس أو هضبة السعيدة هي أنك تطلع بجانب بنك الحبوب الأمازيغي القديم، وأنك تشوف واحد الجمالية اللي زوينة بزاف لهاد المنطقة. أيوا دابا وصلنا دابا لهاد مخزن الحبوب اللي كنا تندويو عليه، هو هذا. الصراحة ما وصلنا حتى عينا واحد شوية، ما كاينة واحد الطلعة صعيبة. أوب أوريها لكم، مخزن الحبوب هو هذا. هاي هنا كاين الظلمه بزاف، ندخلوا للداخل. هنا كاين واحد البيش، هنا يمكن مخبأ الحبوب. وحنا داخلين نستكشفوا تلقاو شكار وصناد القدام وبعد ومصباح تاع الكربون وبعد السراويل اللي هي كتعود لواحد واحد العهد اللي قديم بزاف، يعني شحال هذا. واحد السيد اللي مات في تاريخ 31 في شهر 10 2020 اللي سميتو حسن اكديل الله يرحمه، بين بانه احد المؤسسين تاع هذه البلاصه هذه. هنا بعض المخازن ديال الزرع اللي كانوا تيستعملوهم المزارعين ديال هذه المنطقه هذه قديما، و تيحطوا فيهم الزرع ديالهم. هنايا ما عرفتش هذا اش يديروا به، شي آلة ما عرفتش اش يديروا بها، والله ما عرفتش اش يديروا بها هاد الآلة هادي. وهادي كانوا تيقدو بها الصوفة، وهاد الصوفة كانوا تيستعملوها في النسيج اليدوي اللي باش يقدو الطلاق وقدو بزاف تاع الأشياء. وكاين واحد الأداة حتى هي اللي كانوا تيقدو بها الصوفة اللي هي هادي قدامكم، وبعض الادوات بحال المحرات. هذا كان كيتركب في المحرط ديال الخشب و تيحرطو به، ولحد الان راه باقي هاد القضيه هادي. وكاين بعض الاواني الاخرى اللي كانوا تيستعملو، مثلا يعني غراف، كاين موس، كاين بزاف ديال الاشياء تمايا. وهنا كنشوفوا بعض الاشياء اللي كانت تتصنع من الدوم اللي كان شي حاجه ضروريه، تيصنعوا به الحبال، تيصنعوا به القفاز، كيصنعوا به بزاف ديال الاشياء. وهذا واحد المهراز اللي المهراز ديك الساعه كانوا تستعملوا بكثره قديما لعدم وجود الالات، ماشي بحال دابا مسهلين عنا الماموريه بزاف. هادو مقارج قدام، واحد القصه حتى هي قديمه تاع الخشب، هذيك ساعه قديمه تاع الخشب. وهذا غيكون كلشي تيعرفو هو الرحاق. الرحا ديال سميتو الرحا قديم، فاش كانوا تيديروا الحبوب هنايا تيخشيو الحبوب هنايا، وتتبقى تدوز تدور هذا باش يتحك. وكاينه واحد المنطقه تتكون هنايا، تتكون واحد الجهه هنايا تيخرج من هذاك سميتو، تيخرج من هذاك الدقيق. وهذا الرابوز قديم، كلشي تيعرف الرابوز تقريبا. هادشي اللي كاين هنايا دي واحد الحصيره، هادي حصيره حتى هي قديمه تاع الدوم. دابا غادي نطلعو دابا للفوق
كاين واحد سميتو واحد الدرج هنايا غادي نطلع عليه وغادي نشوفو هنا شي كلاش. هاد الكلاش هذا حتى هو مقدام، وهذا هذا كلشي غادي يكون شي الاغلبيه غادي يكونوا تيعرفوا هذا باش يهزوا الحسوه الحريره يعني هاد اللعيبه هادي. تيكاليو بهم باش داكشي ما يطيحش، كل سميتو ديري ليه الكاله ديالها، واخا انهم حاطينها على التراب ودايرين سميتو الحجر، ولكن ديري ليه الكاله باش ما يطيحش. انت كيما كتشوفو هنايا مدرسة الحلوة، مدرسة الحلوة فيها تعلينا فيها تعلمنا، وانا يلي بتحبونا تحيا مدرستي ام الحنونة. نحن الأرانب نحن الأرانب نرجع نلعب في كل جانب. المهم دابا غادي نشدو الطريق دابا للتابانت، التابانت اللي ما بعيداش بزاف على شي جوج كيلومتر باش بعيدة على مخزن الحبوب اللي هو فوقنا هنايا، ومن التابانت غادي ندوزو لإباق الليون باش غادي نشوفو سميتو آثار الديناصورات حتى هما كاينين في إباق الليون بعادين على هنا بشي 6 كيلومتر. يعني غادي نوصل التابانت هي الاولى، عاد غادي ندوزو لسميتو، عاد غادي ندوزو لاباق الليون هي الثانيه، ونشوفو نصورو لكم الفلوغ. الشتا راه كتصب، واحد البرد مزهد. ممكن واحد القضيه هنايا دزنا دابا، كاين واحد التفاح دابا تيحيدوه خضر، مازال خضر باش ما يخسرش، وشي يديرو تحت البلاستيك باش يرجع صفر، فهمتي؟ تيكمل الطياب ديالو، عاد تيخرجو للسوق باش يبيعوه، يمكن غير فهاد سميتو. ولي راه تيبان شويه ديال سميتو، عاوتاني شويه ديال التفاح. دابا هاد الفيرما تاع التفاح، وهنايا الشجر هذا الشجر تاع الكركاع، هذا اللي كبير فيه وراق صفر، هذا الشجر تاع الكركاع، وهذا اللي لتحت صغير راه الشجر تاع التفاح. المهم ديما في هاد البلاصه هادي فين ما تيكون دابا الشجر تاع التفاح ضروري خص يكون حدا الشجر تاع الكركاع حتى هو، وبجوجهم حاليا دابا خرفوا ما بقاوش تيكونوا فوق الصف، تيكون سميتو تيكون الكركاع تيكون التفاح فهاديك من مورا شهر 7 حتى حتى لهاد الوقيته تقريبا تيكونوا صافي حيدوه. الكركاع حتى هو تيبقى في ديك الفتره نفس الشيء بحال بحالو بحال التفاح. هشام وانت يا ابو راس اجي ابو محمد بس تقرا تقرا مزيان ولا والو؟ شويه كنت تقرا مزيان باش سميتو تبني المستقبل ديالك صافي مزيان. قلت لنا غرش لنا غرش سكين سكين مزيان الا شنو صمد شويه لابسين الزواكت ديالكم مزيان يلا طلعوا فراسكم شوفوكم. ملي دخلنا لهاد الدوار هذا وحنا تنصادفوا هاد المحرقات اللي كيبانوا لكم قدامكم الان، هاد المحرقات هادو اللي اي واحد عنده شي زبل في الدار ولا شي حاجه تيجيبو لهنايا تيحرقو، ما كيتسناو لا بركاسات من الجامعه القرويه لا والو. فين ما كندوزو على شي دوار تلقاو هاد المنازل مبنيه بهاد الطريقه هادي من الصلصال ومن التراب الاحمر اللي كيعطي واحد النظام وواحد الرونق وجماليه للمنطقه. من الداخل تاع الدار ديالهم كيعطيو له واحد
تيعطيو واحد الرونق. يعني مثلا تقدر تشوف انت كما تنقولوا مثلا المزوق من برا اش خبارك من الداخل، وما عندهم مثلا اش خبارك من برا مزوق من الداخل. يعني فاش غادي تدخل مثلا غادي تبان لك انت في البدايه بانها دار تاع التابوت، ولكن فاش غادي تدخل ليها غادي تلقى بانها زوينه بزاف مدفيه، وسميتو عطينها واحد سميتو واحد الجماليه بالصباغه، بسميتو واحد الديكورتي تيقادو لداخل. يعني داكشي يدوم زوين بزاف. الناس اللي باغيين يجيو يشوفوا هاد الاثار تاع الديناصورات فهاد المكان بالضبط، راه ما بعدينش على الشنطه تطلع واحد طلعه صغيره واحد 100 متر ولا ما كانش باش توصل لهذوك الاثار. كاين واحد البلاك الفوق غادي نشوفوها. هاد الاثار تاع الديناصورات هما هادو، بحال ديال الدجاجة كيما قال الدري. هما هادو باقي ضرب الحجرة فرشتها، ماشي هكا ملي صغار ملي وانا الاثر الاخر ندير بحال شي مدرة. واحد سميتو واحد الاثر الاخر ديال الديناصور صغار كاينين كيما زالين هنا شي وحده، ولكن ما بينيش مزيان. هذا هو الديل ديال واحد الديناصور اللي كندوز من هنا، وبقى مصورو في الحجر. هذا الاثر ديال سميتو ديال الديناصور العاشب. والمهم ما كاين هنا اثارات، غادي ندور الكاميرا باش غادي تشوف مزيان. هما اللي غادي تبان فين وري ليا. تقدر يبانو ليكم هنا في سميتو، يعني واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنايا، وباقي القدام يعني كاين سميتو كاين اثارات ديال الديناصور العاشب. الديناصور العاشب هو ما كانش تيقيس هو الانسان كاع، يعني هذاك الصغير الاخر اللي سميتو اللي كان تيقيس البشر وهو تيتسمى الديناصور اللحيم. سميتو هاد البلايص هادو كاينين تيبان واحد ثلاثه د الحفرات هنايا تيبانو، وحده جوج ثلاثه هادو هاد الحفرات هادو تيبينو الاثار ديال داك الديناصور العاشب، تيبينو مزيان حسن من هادوك الاخرين اللي صورنا. بالنسبه لهاد الديناصور العاشب عنده اربعه الرجلين باش يتمشى، داك الديناصور اللحيم عنده داك سميتو جوج ديال الرجلين تيتمشى عليهم، وعنده واحد جوج اليدين صغار خارجين. هادو الاثارات تاع الديناصور الصغير. كما كتشوفوا دابا في الصوره عندنا الديناصور العاشب، وفي الصوره الثانيه عندنا الديناصور اللحيم. الديناصور العاشب عنده اربعه رجلين واللحيم عنده جوج. تاريخ تواجد الاثار هادو هو 150 سنه. جيو بارك ديال الديناصورات اللي درنا اليوم في اباقليوين، اللي كاين حدا تاننت سميتو في فيسبوك مات. المهم كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق هذا، المهم خرجوا شويه صعيب هو سميتو، لاني داكشي عندهم واعر، والاثار تاع الديناصورات شي حاجه اللي تتفكرك بواحد 150 مليون سنه اللي كانت دازت، شي حاجه اللي تاريخيه. نتمنى يكون عجبكم الفلوق، تهلاو في راسكم.